بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الكريمة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد مجلسنا الأسبوعي 81 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الخميس 11 من شهر صفر سنة 46,400 من هجرة الحبيب المصطفى عليه صلاة الله وسلامه، مستكثرين في ليلتنا المباركة هذه من ذكرنا لله، جالسين في مجلس يذكر فيه الله جل جلاله ويتدارس فيه أحكام شريعته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مستصحبين في شرف هذه الليلة المباركة وخيرها كثرة الصلاة والسلام على حبيب القلوب وأنسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ندبنا إلى الصلاة والسلام عليه والإكثار منها في ليلة كهذه، لما قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، صلت عليك جبال مكة كلها، ما بث للرحمن حزنا باكيا، صلى عليك الوحي أنت حملته غضا طريا للبرية صافيا. فاللهم صل وسلم عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. وقف بنا الحديث أيها المباركون ليلة الجمعة الماضية في أثناء ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في السنن الرواتب، وتقدم في خلاصة مجلسنا الأول الذي نتمه الليلة إن شاء الله في هذا الباب، أعني في السنن الرواتب، أن الجمهور من أهل العلم أو أن الفقهاء من أهل العلم على قولين في شأن السنن الرواتب من حيث العدد، فمن قائل إنها 10 ركعات كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. قال: وكانت ساعة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الآخر إن عدد السنن الرواتب 12 ركعة، جاء ذلك بزيادة ركعتين أخريين قبل الظهر، ليكون المجموع 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، والباقي كما في العدد الأول، فيكون المجموع بزيادة ركعتين 12 ركعة. دل على ذلك حديث أم حبيبة وحديث عائشة رضي الله عنهما، في مثل قول عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام لا يدع 4 قبل الظهر. والذي رجحه المصنف رحمه الله كما تقدم معكم ليلة الجمعة الماضية القول بأنها 10 ركعات، وجعل حديث 4 ركعات التي قبل الظهر سنة غير السنن الرواتب، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح. وهكذا في عدد السنن الرواتب وما يتعلق بها. مجلس الليلة تتمة إن شاء الله فيها الحديث عن 4 ركعات قبل العصر، وعن شأن سنة المغرب من حيث الموضع في أدائها، وسنة الفجر كذلك كما سيأتي تباعا، سائلين الله التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع السنن واقتداء الهدي النبوي أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. طيب، لعلنا نعيد من قوله: وأما الأربع قبل العصر. قال: وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في فعلها شيء إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي، الحديث الطويل، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنهار 16 ركعة، يصلي إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا كصلاة الظهر 4 ركعات، وكان يصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر ركعتين وقبل العصر 4 ركعات. وفي لفظ: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4، ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين وقبل العصر 4، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمرسلين. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع، ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره. هذا خلاصة الهدي النبوي. فإن قيل لنا: هل ثبت في السنة في شأن الركعات الأربع قبل العصر شيء؟ فالجواب أن الذي ثبت من السنة أمران: قولي وفعلي. فهل فعل عليه الصلاة والسلام وصلى قبل العصر؟ وهل قال شيئا عن الركعات الأربع قبل العصر؟ ابتدأ رحمه الله بذكر السنة الفعلية، فقال رحمه الله: وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في فعلها شيء إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي، الحديث الطويل. وهذا هو الهدي الفعلي. هل صلى؟ قال: لا يوجد فيه إلا الحديث الطويل الذي يرويه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسمعت لفظه: كان يصلي بالنهار 16 ركعة وذكر منها 4 ركعات قبل الظهر. فهذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، وقد أخرجه الإمام الترمذي في سننه وقال: حسن غريب. وعادة ما يطلق الإمام الترمذي رحمه الله الغرابة على حديث إذا كان يشعر بضعفه، فقال: حسن غريب. وذكره أيضا أصحاب السنن كالنسائي وابن ماجة. مدار الحديث كما قال المصنف على عاصم بن ضمرة، وقد ضعفه غير واحد كالإمام بن عدي المحدث تبعا لأبي إسحاق الجوزجاني، وتبعهم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا ضعف راوي الحديث وهو متفرد به فالحديث ضعيف. لكن من أهل العلم من لا يوافق على تضعيف عاصم في روايته عن علي، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ابن عدي تبع الجوزجاني في ذلك، وأنه نوع مما يتعلق بالتعصب على أئمة المذاهب في مرحلة مرت بالأمة آنذاك. فهو إذن حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. فمن صحح الحديث ثبت عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4، ومن ضعفه كما ينقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحم الله الجميع وأبي إسحاق الجوزجاني رحمه الله، فإنه لا يثبت في السنة الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل العصر 4. طيب، وماذا عن السنة القولية؟ هل ثبت في السنة شيء يدل على ركعات 4 قبل العصر؟ وهو الذي يذكره المصنف لاحقا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هذا هو الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. أي مسلم يسمع هذا الحديث ماذا يفهم؟ يفهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة لمن صلى 4 ركعات قبل العصر. وهذا ولا شك ثواب عظيم وإغراء كريم. أنت لو دعت لك أمك بالرحمة طرت فرحا،
ولو دعا لك أبوك بالرحمة لقلت هي الجنة إن شاء الله في بر الوالدين، فكيف بنبي الأمة صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بالرحمة وقال رحمك الله؟ من أراد أن يصيب دعوته عليه الصلاة والسلام برحمة الله عز وجل قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله أخرجه الأئمة المحدثون أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، حسنه الإمام الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغير واحد من الأئمة رحم الله الجميع. والمصنف رحمه الله سيشير إلى تضعيف بعض المحدثين لهذا الحديث مع الجواب عنه. قال: وقد اختلف في هذا الحديث فصححه ابن حبان وعلله غيره. من فرد الإمام ابن حبان بتصحيحه، بل وافقه غير واحد كابن خزيمة والحاكم، وحسنه الترمذي كما مضى آنفا. قال: فقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى قبل العصر أربعة، فقال دع ذا، فقلت إن أبا داود قد رواه. فقال المسؤول الآن الإمام أبو الوليد الطيالسي، فلما سئل عن الحديث رحمه الله قال دع ذا، يعني لم يكترث بالرواية لعدم ثبوتها عنده، ثم أشار إلى ما الذي جعله يضعف الرواية. فقلت قال فقلت إن أبا داود، القائل هنا أبو حاتم الرازي الإمام المحدث كما ينقل ابنه، نعم. قال: فقلت إن أبا داود قد رواه. فقال: قال أبو الوليد كان ابن عمر يقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في اليوم والليلة، فلو كان هذا لعده. قال أبي: كان يقول حفظت 12 ركعة. فكان جواب أبي الوليد في تضعيف رواية حديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يقول هو ابن عمر رضي الله عنهما نفسه راوي حديث السنن الرواتب، ماذا قال؟ حفظت كم ركعة؟ 10 ركعات، وليس في العصر منها شيء، فلو كانت الأربع هذه ثابتة لكان المجموع 14 ركعة. فكأنه أعل هذا الحديث بما هو أصح منه مما خرجه الشيخان البخاري ومسلم، فإن المنصوص هناك في رواية ابن عمر رضي الله عنهما 10 ركعات، يقول فأما هذا العدد في 4 ركعات قبل العصر فلم ترد في الرواية الصحيحة عن ابن عمر. ومعلوم أن هذا بذاته ليس علة كما سيذكر المصنف رحمه الله، فإن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت 10 ركعات وأراد بها السنن الرواتب الثابتة الدائمة مع كل فريضة، وهو الذي سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، ولا تنافي بين الحديثين ولا تعارض. فإثبات سنية 4 ركعات قبل العصر لا يجعلها في عداد السنن الرواتب. قلنا في الدرس الماضي ما معنى السنة الراتبة الدائمة الثابتة المستمرة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها حضرا. أما السنن غيرها فكثير، فكان يصلي ركعات وكان يحث على بعضها كمثل هذه الركعات التي قبل العصر وكما سيأتينا قبل المغرب إن شاء الله. فإذا ثبت أنه دعا بالرحمة لمن صلى قبل العصر أربعا، وهذا لا يجعلها في عداد السنن الرواتب، بل هذه سنة وتلك سنة، وكلاهما له شأنه وفضله في الشريعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الركعتان قبل، قال: وهذا ليس بعلة أصلا، فإن ابن عمر إنما أخبر عما حفظه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخبر عن غير ذلك، فلا تنافي بين الحديثين البتة. إذن هذا حديث وذاك حديث، وإثبات أحدهما لا يستلزم نفي الآخر، فقوله حفظت 10 ركعات يقصد من السنن الرواتب، وقوله في الحديث الآخر فيما سمع رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فبلغ ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون السؤال: هل من السنة صلاة 4 ركعات قبل العصر؟ الجواب نعم، لكن ليست سنة راتبة، فمن وفقه الله فصلاها أحيانا
ظفر بهذا الدعاء المبارك: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وهو نوع من الترغيب في التبكير للصلاة والتهيؤ لها، سواء جاء المسجد مع الأذان فأدرك الركعات الأربع بين الأذان والإقامة، أو كان في منزله متهيئا للصلاة مع الأذان فتنفل بالركعات الأربع يريد هذا الثواب، ثم خرج إلى المسجد قبل الإقامة فأدرك صلاة الجماعة. نعم. قال: وأما الركعتان قبل المغرب فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما. طيب، هذه مسألة أخرى. انتهينا من السنن الرواتب وانتهينا من الركعات الأربع قبل العصر. يتكلم المصنف الآن رحمه الله على ركعتين قبل المغرب بين أذان المغرب والإقامة. قال: وأما الركعتان قبل المغرب. فيكون السؤال ذاته أيضا: ما الذي ثبت من هديه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا؟ هل فعل؟ هل صلى الركعتين؟ وهل قال شيئا يحث به على صلاة ركعتين قبل المغرب؟ نعم. وأما الركعتان، وأما الركعتان قبل المغرب فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما، وصح عنه أنه أقر الصحابة عليهما، وكان يراهم يصلونهما فلم يأمرهم ولم ينههم. وفي الصحيحين عن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب. قال: في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة. وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين، أنهما مستحبتان مندوب إليهما، وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب. طيب، هاتان الركعتان قبل المغرب، أما الفعل النبوي قال: فلم يثبت أو لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما. قال: وصح عنه أنه أقر الصحابة عليهما، يعني رأى الصحابة يصلون الركعتين قبل المغرب فأقرهم. قال: وكان يراهم يصلونهما فلم يأمرهم ولم ينههم. وأما الهدي القولي فسمعت الحديث الذي يرويه عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، وحديثه مخرج في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب ركعتين، قالها ثلاثا: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. قال: في الثالثة لمن شاء. فقوله أولا صلوا أمر، وأهل العلم يحملون أمره على الوجوب صلى الله عليه وسلم، إلا إذا جاء ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. فلما قال في المرة الثالثة لمن شاء دل على أن أمره غير ملزم، ولم يقصد عليه الصلاة والسلام الإيجاب والإلزام بدلالة قوله لمن شاء، فكانت هذه هي القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هذا هو الحديث الذي قال فيه المصنف كراهة أن يتخذها الناس سنة. قال: وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين، أنهما مستحبتان مندوب إليهما، وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب. في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن مغفل المزني، أما حديثه المروي هنا صلوا قبل المغرب ثلاثا قال في الثالثة لمن شاء، فهو أخرجه البخاري وليس عند الإمام مسلم في صحيحه. أما حديثه في الصحيحين فقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء. حديث الصحيحين عن عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة، ما الأذانان؟ الأذان والإقامة. يريد أن يقول لكل صلاة بين أذانها وإقامتها ركعتان. ما هاتان الركعتان؟ سنة مستحب. فأنت عبد الله في أي صلاة ولو لم تكن لها سنة راتبة قبلية، كالمغرب، كالعشاء، كالعصر، ليس لها سنة راتبة، فإن لها سنة أخرى مستحبة، أخذا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، هذا على الاستحباب. ولذلك قال لمن شاء في المرة الثالثة حتى لا يكون هذا الأمر إلزاما. وأما رواية البخاري التي تفرد بها من حديث عبد الله المزني رضي الله عنه صلوا قبل المغرب،
فلك أن تقول ثبت في سنة المغرب هذه حديثان، الحديث الأول صلوا قبل المغرب بخصوصها، والحديث الثاني عموم الصلوات بين كل أذانين صلاة، فهل سنة المغرب بين أذانها وإقامتها سنة؟ الجواب نعم، ويفوتها كثير من أهل المساجد، يكونون في المسجد مع الأذان فينتظرون الإقامة، أو دخل أحدهم قبل فجلس ركع تحية المسجد وجلس، ثم أذن المؤذن فجلس يدعو يقرأ القرآن يذكر الله ينتظر إقامة الصلاة، وهذا ترغيب، قوله صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء، وها هنا إشارة إلى أمرين ثبتا في السنة أيضا، أحدهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في هذه الركعتين، وفعل الصحابة رضي الله عنهم في امتثال هذا الأمر. يقول أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، السواري جمع سارية وهي أعمدة المسجد، يبتدرونها يستبقون إليها يتخذونها سترة يصلون عندها ركعتين فيتسارعون إليها، قال يبتدرون السواري عند المغرب. وفي رواية في الصحيح أيضا يقول: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، قال حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب. وهذا إشارة إلى ما قال إليه المصنف أنه أقر الصحابة وكان يراهم يصلونهما فأقرهم على ذلك، والأظهر والله أعلم أنهم إنما كانوا يبتدرون أمره لما قال صلوا قبل المغرب. قال أنس رضي الله عنهم: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، قال ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. إيش يعني لم يكن بينهما شيء؟ لم يكن بينهما مدة طويلة، كان المدة قصيرة، ومع ذلك كانوا يبتدرون السواري ويحافظون على هاتين الركعتين. وفي رواية لمسلم اسمع رعاك الله من حديث أنس رضي الله عنه قال: فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، فكانوا يحرصون جدا على هاتين الركعتين، ولهذا قال المصنف رحمه الله: إنها سنة مستحبة مندوب إليها. ويفوت هذا كما قلت كثير من أهل المساجد، سواء كانوا من رواد المساجد المحافظين على الصلوات بالتبكير إليها، أو كانوا من المرابطين في الصلوات بين الصلاة والصلاة فيبقون في المسجد، أو ممن حضر المسجد في حلقة للقرآن أهل الحلقات، أو حلقة ذكر ودرس وتعليم فأدركهم أذان المغرب، فإنه من السنن المستحبة صلاة هاتين الركعتين كما سمعت، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يراهم يصلونهما فلم يأمرهم ولم ينههم. وفي الصحيحين عن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة. وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين، أنهما مستحبتان مندوب إليهما وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب. كراهة أن يتخذها الناس سنة، طيب وهي إيش؟ هي سنة، لكن يقصد كراهة أن يتخذها الناس سنة راتبة فيجعلونها كالسنن الرواتب، فلهذا قال لمن شاء. التنبيه الثاني بشأن الركعتين قبل المغرب، قول المصنف رحمه الله في ابتداء المسألة: وأما الركعتان قبل المغرب فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما، قال لم ينقل، وأورد حديث البخاري صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء. وقع في رواية ابن حبان رحمه الله في صحيحه للحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثلاثا
ثم قال عند الثالثة لمن شاء، قال خاف أن يحسبها الناس سنة. فرواية ابن حبان رحمه الله انفردت بإثبات فعل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كان عليه الصلاة والسلام أو صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، فلعله إما الرواية ما وقف عليها المصنف أو لم يرها صحيحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان يصلي عامة السنن الرواتب والتطوع الذي لا سبب له في بيته. وكان يصلي عامة السنن الرواتب والتطوع عندك الرواتب. وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته ولا سيما سنة المغرب. هذه سنة دائمة، كان من هديه عليه الصلاة والسلام الإتيان بالصلوات السنن في البيت لا في المسجد. عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له، والمقصود بالتطوع أن يصلي لله ركعتين من غير سبب، يعني ليست صلاة ضحى ولا تحية مسجد ولا غيرها، يصلي لله تطوع الركعتين. كان الغالب على صلواته في التطوع صلى الله عليه وسلم أنه يصليها في بيته، قال ولا سيما سنة المغرب. والآن ها هنا مسألة أخرى، أين تصلى سنة المغرب؟ الجواب في البيت إن شئت أو في المسجد إن شئت، لكن أين السنة؟ أن تصلى في البيت. بل سينقل لك أن من أهل العلم من لا يرى صلاة سنة المغرب في المسجد وأنها لا تصلى إلا في البيت. نعم. قال ولا سيما سنة المغرب فإنه لم ينقل عنه فعلها في المسجد البتة. قال الإمام أحمد في رواية حنبل السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال السائب بن يزيد لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد أحد، كأنه لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم. انتهى كلامه. هذا المنقول عن الإمام أحمد، وقد قال المصنف لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة المغرب في المسجد، ما كان يصليها إلا في البيت. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، فلما عدها قال ركعتين بعد المغرب في بيته، فنص عليها أنها تصلى في البيت. قال الإمام أحمد السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته، ثم عزى ذلك إلى السنة، قال كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما الصحابة فقول السائب بن يزيد وإسناده صحيح، قال لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا، يعني ما يبقى في المسجد أحد، قال حتى لا يبقى في المسجد أحد، كأنه لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم، يعني لا يكاد أحد منهم يصلي السنة في المسجد، فينصرفون إلى البيوت يصلونها هناك. نعم. قال فإن صلى الركعتين في المسجد فهل يجزئ عنه وتقع موقعها؟ لأن المسألة أكثر من كونها تصلى في المسجد أو لا تصلى، السؤال هل تصح؟ ولو صلىها في المسجد أتجزئه عن سنة الراتبة أو تكون سنة مطلقة ولا تصح سنة المغرب إلا في البيت؟ لشدة ما ثبت في السنة من العناية بركعتي المغرب في البيت. نعم. قال فإن صلى الركعتين في المسجد فهل يجزئ عنه وتقع موقعها؟ اختلف قوله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال بلغني عن رجل سماه أنه قال لو أن رجلا صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه، فقال ما أحسن ما قال هذا الرجل وما أجود ما انتزع. فقال أبو حفص ووجهه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الصلاة في البيوت. استحسن الإمام أحمد رحمه الله
قول من بلغه قوله إن من صلى ركعتي المغرب في المسجد لا تجزئه، فاستحسن الإمام أحمد هذا الجواب، ليس جوابا له لكنه استحسن من أفتى بهذا. قال ما أحسن ما قال هذا الرجل، وما أجود من تزع. ما أجود من تزع يعني ما أجود ما استنبط من الحكم من السنة المروية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذه الصلاة في البيوت. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال له المروذي: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيا؟ قال: ما أعرف هذا. قلت له: يحكى عن أبي ثور أنه قال: هو عاص. قال: لعله ذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في بيوتكم. الآن انتقلنا إلى درجة أعلى. قلنا أولا: هل تجزئ، هل تصح سنة المغرب في المسجد؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها لا تجزئه، يعني لو صلاها لا تعتبر سنة المغرب البعدية. الآن هنا قضية أخرى، سئل الإمام أحمد، سأله تلميذه أبو بكر المروذي، قال: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيا؟ يعني هل يبلغ أن يأثم؟ فقال رحمه الله: ما أعرف هذا. فنقل له أن أبا ثور الفقيه رحمه الله قال: هو عاص. فالتمس له الإمام أحمد رحمه الله دليلا، فقال: لعله ذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في بيوتكم. ما هي النوافل؟ وسيأتينا إن شاء الله. قال: هذه صلاة البيوت، وقال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. فكونه أمر بها أن تكون في البيت، ستكون صلاتها في المسجد مخالفة لما أمر به عليه الصلاة والسلام. ومن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام يصدق أنه يكون عاصيا، بعموم قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. قال أبو حفص: قال أبو حفص: ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت وترك المسجد أجزأه، فكذلك السنة. انتهى كلامه. وليس هذا وجهه عند أحمد، وإنما وجهه أن السنن لا يشترط لها مكان معين ولا جماعة، فيجوز فعلها في البيت والمسجد، والله أعلم. لهذا توقف الإمام أحمد رحمه الله عن اعتبار من صلاها في المسجد عاصيا، توقف عن ذلك وقال: ما أعرف هذا، لكنه توقف وأثبت أن السنة أن تصلى في البيت. نعم. قال: وفي سنة المغرب سنتان، إحداهما ألا يفصل بينها وبين المغرب بكلام. قال أحمد: في رواية الميموني والمروذي يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليهما كلام. طيب، انتهينا الآن يا كرام من الركعتين قبل المغرب، وخلاصة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها، وأنه حث عليها، وأنه أمر بها بقوله: صلوا قبل المغرب ثلاثا، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. ثم انتهينا إلى مسألة ركعتي السنة بعد المغرب أين تكون، وانتهى رحمه الله إلى أن الأفضل أن تكون في البيت، وهذا هو الثابت في السنة، وإلى أن من صلاها في المسجد فمن أهل العلم من لا يرى جواز ذلك، واستحسن الإمام أحمد رحمه الله هذا الجواب، بل منهم من ذهب إلى عصيان من صلاها في البيت كما ينقل عن الإمام الفقيه أبي ثور رحمه الله الجميع. ثم قال رحمه الله: في سنة المغرب سنتان. أي سنة يقصد؟ الراتبة أو الركعتين قبلها؟ لا، يقصد السنة الراتبة بعد المغرب. الآن أنت تصلي ركعتين المغرب سنة بعدها، يقول: في هذه السنة لتصيب السنة ها هنا أمران. نعم. قال أحدهما ألا يفصل إحداهما. قال: وفي سنة المغرب سنتان، إحداهما ألا يفصل بينها وبين المغرب بكلام. قال أحمد: في رواية الميموني والمروذي يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليهما كلام. وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب قام ولم يتكلم ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار. لا يتكلم إذا صلى المغرب،
لا يشتغل بكلام ولا يتحدث مع أحد، ثم هو أين سيصلي سنة المغرب؟ في البيت، فيقوم من المسجد لا يكلم أحدا حتى يدخل الدار فيصلي الركعتين. إذن ها هنا سنتان، إحداهما أن تصلى هذه الركعتان في البيت، والثانية ألا يفصل بينها وبين المغرب بكلام. نعم. قال أبو حفص: ووجهه قول مكحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين، ولأنه يصل النفل بالفرض. انتهى كلامه. الحديث مرسل وليس صحيحا موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: والسنة الثانية أن تفعل في البيت. إذن في سنة المغرب يا كرام سنتان، إحداهما أن يصليها في البيت، والثانية ألا يفصل بينها وبين صلاة المغرب بكلام، فإذا انتهى من الفريضة وذكر الله صلى هاتين الركعتين. نعم. قال: والسنة الثانية أن تفعل في البيت، فقد روى النسائي وأبو داود والترمذي من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها. ما معنى يسبحون؟ يصلون النافلة، فإن صلاة النافلة تسمى سبحة، والتسبيح بعد الصلاة يقصد بها صلاة السنة بعدها. رآهم يسبحون بعدها أي يتنفلون ويصلون السنة الراتبة بعدها. قال: فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال: هذه صلاة البيوت. ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خديج وقال فيه: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. الحديث ضعيف عند عامة المحدثين، أقصد حديث صلاته عليه الصلاة والسلام في مسجد بني عبد الأشهل، وإنكاره على أهل المسجد كونهم صلوا الركعتين في المسجد، وقوله هذه صلاة البيوت في حديث كعب بن عجرة، وقوله في رواية رافع بن خديش اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. الحديث الأول حديث كعب بن عجرة ضعفه الإمام الترمذي وقال: والصحيح ما روي عن ابن عمر أنه قال: يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. فيكفي هذا دليلا حديث ابن عمر: حفظت 10 ركعات وذكر منها ركعتين بعد المغرب في بيته، وأما هذا فلا يصح. وكذلك أيضا حديث رافع ابن خديج فإنه الصحيح فيه أنه ليس من حديثه، بل هو من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من رواياته حسن أو صحيح كما قال المحدثون. المقصود يا كرام الآن شيئان في سنة المغرب، إحداهما أن يصليهما في البيت الركعتان، والثانية أن لا يفصل بينها وبين المغرب بكلام. وفائدة إثبات هاتين السنتين أنه لو فاتت عليك إحداهما فلا تفوت الأخرى. كيف يعني؟ يعني أنت جالس الآن في المسجد الحرام صليت المغرب، وجالس تنتظر العشاء، أو في مسجد حيكم فأنت تجلس لورد تقرأه من كتاب الله أو درس تحضره أو شيء ألزمك المسجد، فإنك لن تعود إلى البيت. فإن فاتتك سنة فعل هاتين الركعتين في البيت فلا تفوتك السنة الأخرى، وهي ألا تفصل بينها وبين المغرب بكلام. وعندئذ يقال لمن أراد الظفر بهذه السنة، وهي أنه يصلي سنة المغرب في بيته، فمن صلى المغرب في مسجد حيه وداره قريبة فلا يفوتن هذه السنة، فإنها إحياء سنته صلى الله عليه وسلم، أن تكون ركعة المغرب وكذا العشاء كما سيأتي أن تكون في البيت. فمن فاتته هذه السنة ولم تتحقق له، كأن يكون خارج البيت في عمل ويصلي المغرب في مقر العمل أو في مصلى بعيد عن منزله، أو من أهل الحلقات الجالسين لتلاوة القرآن وتعليمه أساتذة وطلابا وحلقاتهم تمتد إلى العشاء أو بعد العشاء، أو كانوا من يحضر دروسا في مجالس الذكر في بيوت الله، أو كان زائرا في مستشفى أو عابرا في طريق فأدركته صلاة المغرب، فمثل هؤلاء لا يتحقق لهم الظفر بهذه السنة وهي أداؤها في البيت، فعندئذ لا يحرج عليهم. فهل يقول إذا كنت بعيدا عن البيت ولن أستطيع الرجوع لصلاة السنة فيه فهل يتركها في المسجد؟ الجواب لا،
وتبقى من السنن الرواتب، فإن فاته وجه من وجوه السنة فيها أدرك وجها آخر، ولا يحرم الفضل والثواب بفضل الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل عامة السنن والتطوع في بيته، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. طبعا هذا نص في حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أن سنة المغرب وسنة العشاء كانت في بيته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي 4 قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس. إذن أين كان يصلي الركعات 4 قبل الظهر؟ تقول: في بيتي. نعم. ثم يخرج فيصلي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2. الركعتان بعد الظهر أين يصليهما؟ أيضا يرجع البيت فيدخل يصليهما. قالت: وكان يصلي بالناس المغرب، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي 2. هذا واضح، والذي يرويه أمنا عائشة رضي الله عنها، فحكت أنه كان يخرج الفريضة إلى المسجد ويدخل البيت يصلي النافلة السنة الراتبة في 4 ركعات قبل الظهر، والركعتين بعدها، والركعتين بعد المغرب، والركعتين بعد العشاء، كلها أثبتت رضي الله عنها أنه كان يصليها في البيت. وأتى المصنف رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما نص على المغرب والعشاء خاصة، قال: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وما حدد المكان، ثم قال: ركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. فأتى بحديث عائشة رضي الله عنها ليثبت أن ركعات الظهر قبلا وبعدا أيضا كانت في بيتها رضي الله عنها. ماذا بقي؟ بقي سنة الفجر. اقرأ. قال: وكذلك المحفوظ عنه في سنة الفجر إنما كان يصليها في بيته، كما قالت حفصة رضي الله عنها، وهي القائلة: وكانت ساعة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحكي سنة الفجر التي كان يصليها في البيت. إذن الخلاصة يا كرام: من أراد الحفاظ على السنن الرواتب ووفقه الله جل وعلا لأدائها، فليظفر بهذه السنة أن يصليها في البيت، وعندئذ تكون الموازنة في صلاتك عبد الله فريضة في المساجد ونافلة في البيوت والمنازل، فيكون لك في حياتك لكل موضع نصيب من صلاتك لله، فالمساجد للفرائض والبيوت للنوافل. ولهذا حث عليه الصلاة والسلام بأن تعمر البيوت بأداء الصلاة، قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فدل هذا على الموازنة، فالرجال يصلون الفرائض جماعة في المساجد ويحافظون على إحياء السنن في البيوت، ولصلاة النافلة في البيوت فوائد جمة، أهمها 3: أولها امتثال قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في بيوتكم، وقوله: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ثانيها الاتساء والاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام: أمرنا فنمتثل أمره، وفعل فنتأسى به في فعله. ماذا كان يفعل؟ كان يصلي السنن الرواتب في بيته. فإذا أردت عبد الله أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاحرص أن لا تصلي السنة الراتبة إلا في البيت ما استطعت. قلنا: إلا من اعتذر، من كان معذورا، كمن يصلي الظهر في مقر العمل أو الطلاب في المدارس والجامعات ولا يحين رجوعهم إلى البيوت إلا بعد خروج وقت الصلاة مثلا، وكذلك باقي الصلوات، فمن تعذر عليه صلى حيث يصلي الفريضة. والفائدة الثالثة أيها الكرام، كما قال أهل العلم، أنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء،
فإن صليت في البيت فصلاتك بينك وبين الله عز وجل، بخلاف من يصليها في المساجد، فإنها على مرأى الناس، والإخلاص أمر في القلب ما يعلمه إلا الله. لكن الأقرب لتحقيق الإخلاص والأبعد عن مناظر الناس ومرآهم أن يصلي المرء هذه الصلوات النوافل في بيته. وفائدة أخرى رابعة هي إحياء البيوت، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. فأن تحيي البيوت بذكر الله عز وجل هذه فائدة عظيمة والله يا كرام، لئلا تبقى البيوت مواطن للبعد عن ذكر الله أو لشيء من المعاصي فتهجر، خصوصا من كان ليس متأهلا أو ليس في داره زوجة ولا ولد، فإن لم يصلي هو لم تكن في داره صلاة. فإذا صلى النافلة في المسجد والفريضة في المسجد ما بقي لبيته شيء، فهي فعلا أشبه بالمقبرة، لا يدخلها إلا للطعام والمنام ثم يخرج. فإذا إذا أحيينا البيوت بصلاة النافلة كانت إحياء لها بذكر الله جل وعلا. وفائدة خامسة ولعلها أخيرة في هذا السياق هي ما يكون في أداء النوافل في البيوت من بث هذه العبادات وتذكير أهل البيوت بها. فإن النساء والأطفال ومن ليس من أهل المساجد إذا رأوا رب المنزل وأبا الأسرة يصلي كثيرا في البيت، بل يصلي عددا من الركعات قريبا من عدد الركعات الفريضة التي يصليها في المسجد. كم يصلي؟ 10 ركعات، 12 ركعة، الفريضة 17 ركعة. فأنت تصلي قريبا من صلاتك في المسجد من حيث العدد ركعات تصليها في البيت، فيراك أهل البيت، الوالدان، الزوجة، الأولاد، البنيات والبنون، يرون أباهم، أخاهم، زوجها، ويرون من يحافظ على الصلاة مع كل فريضة قبلها أو بعدها. وفي هذا قدر كبير لا يخفى مما يحرص عليه رب الدار من هداية وتوفيق وصلاح يرجوه لأهل دارهم، وتربية مستدامة لا يبذل فيها شيئا سوى اتصاله بربه وهو يصلي في داره. فهذه سنن عظيمة يكون من ورائها الخير والفلاح والصلاح والسعادة للبيوت جميعا، وفقنا الله وإياكم لمرضاته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن حفصة وابن عمر رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. وسيأتي الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها والصلاة قبلها عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله. فثبت إذن أن سنن الصلوات كلها، أن سنن الصلوات كلها الصلوات الخمس فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وأن سنة الجمعة كل سنن الفرائض كان عليه الصلاة والسلام يصليها في بيته. وعزى لك الحديث التي رواها الصحابة رضي الله عنهم في هذا الشأن. قال: وهذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا تفضيل مطلق، والحديث في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الحديث فيه أمر يا كرام، وفيه تعليل وتفضيل. أين الأمر؟ قال: أيها الناس صلوا في بيوتكم. هذا أمر، والذي يهجر هذا الأمر فاته تطبيق هذه السنة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم علل هذا الأمر بقوله: فإن أفضل صلاة. لماذا أمرنا بالصلاة في البيت؟ لأن أفضل من صلاتك في المسجد، وأنت ما تريد بالصلاة إلا الفضل والأجر والثواب من أكرم الأكرمين. فإذا أردت الأفضلية فحافظ عليها في البيت، فإن تركتها تنازلت عما هو أفضل، تركت الفاضل إلى المفضول. وهذا هو التفضيل في قوله: فإن أفضل صلاة المرء في بيته، إلا ما استثنى عليه الصلاة والسلام بقوله: إلا المكتوبة. فإن الفريضة شأنها أن تكون في المساجد، أعني للرجال جماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان هديه صلى الله عليه وسلم فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارض. مثل ماذا العارض؟ أن يكون خارج المنزل، أن يكون في سفر، أن يكون بعيدا، أن يكون زائرا لأحد،
أن يكون صلى في مسجد قوم، صلى في قباء أو في بني عبد الأشهل، أو صلى عند بني سالم بن عوف وغيرهم. فإذا صلى عند قوم هنا وهناك فإنه لا يسعه أن يصلي السنة والتطوع إلا حيث صلى الفريضة. قال: وكان هديه صلى الله عليه وسلم فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارض، كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد. إذن هذا هو الهدي النبوي، الفريضة في المساجد والنوافل في البيوت إلا لعارض هنا وهناك. فالرجل لا يصلي الفريضة إلا في البيت، لا يصلي الفريضة إلا في المسجد، قال إلا لعارض من سفر أو مرض وغيره. فإن سافر فلن يكون إلا في السفر، وإن مرض أقعده المرض فصلى في البيت. معشر الرجال، لا ينبغي لمؤمن موفق أن تفوته الفريضة في المسجد إلا لعذر، نائم فاتته الجماعة، مريض أقعده المرض، مسافر. فإن فقدك أهل المسجد في صلاة علموا أنك مسافر أو مريض أو معذور، كأنه لا يليق برجل ولا ينبغي له ولا يجوز أن يسمع الأذان وتدركه الصلاة فيصلي في البيت. بعيدا عن خلاف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة في المساجد، والراجح الذي عليه الكافة أنها واجبة، فيتعلق بصلاة الفريضة بين معشر الرجال واجبان: أولهما أداء الصلاة، وثانيهما حضورها جماعة في المساجد. فأما الانفراد في البيت أو حتى صلاتها في البيت ولو كنت جماعة مع أهل بيتك أو مع أولادك ومع أبنائك فإن هذا لا يعفيك. فقال: كان هديه عليه الصلاة والسلام فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل. انتقل رحمه الله في ختام حديثه عن السنن الرواتب إلى سنة الفجر، قال: آكد السنن الرواتب سنة الفجر. الركعتان قبلها ركعتان خفيفتان قصيرتان حتى في القراءة، كان عليه الصلاة والسلام لا يزيد على قراءة سورة الكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية، وأثر عنه تخفيف عظيم في هاتين الركعتين، لكنها كانت من آكد السنن التي يحافظ عليها صلى الله عليه وآله وسلم سفرا وحضرا كما يشير المصنف رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر حضرا ولا سفرا، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما. كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على سنة الفجر من بين السنن الرواتب إذا سافر، فإذا سافر اقتصر على الفرائض وترك الرواتب إلا سنة الفجر. دل على ذلك حديث فواته صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر وخرج وقت الصلاة فأيقظهم حر الشمس وقد ناموا، فلما قام وغادر المكان وقضى صلاة الصبح صلى السنة قبلها. ثبت هذا من حديث أبي قتادة وأبي هريرة رضي الله عنهما. وأما الوتر فقد ثبت من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر على ظهر راحلته وهو مسافر، فما كان يفوت الوتر ولا سنة الفجر. فهاتان السنتان من آكد السنن لمن وفقه الله للحفاظ بعد الفرائض على النوافل أن لا يترك سنة الفجر خاصة وصلاة الوتر كذلك. قال: وكذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين ويقول: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين. وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربعون، يعني ما كانوا يتمون الرباعية أربعا، لا أنهم لم يصلوا السنة، لكن قد ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن سنة الظهر في السفر فقال: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا السنة وأنا مسافر لكان إتمام الفريضة أولى. نعم. قال: وهذا من فقهه رضي الله عنه
فإن الله سبحانه خفف عن المسافر من الرباعية شطرها، فلو شرع له الركعتان قبلها وبعدها كان الإتمام أولى له. ولعلنا نرجع ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله إلى هذا الموضع من سنة الفجر، وقد عقبه المصنف بالمفاضلة بين سنة الفجر والوتر، أيهما آكد في سنته وهديه عليه الصلاة والسلام. هي سنن يا كرام وقفنا عليها وتعلمناها، فالحظي بنا والموفق فينا من وفق إلى تطبيق السنن وإحيائها، جعلنا الله وإياكم من أهل السنن العاملين بها. وهي ليلة مباركة، فاستكثروا فيها من صلاتكم وسلامكم على من أرسله الله لنا بشيرا ونذيرا، وألهمنا سنته وعلمنا مواضعها وأمرنا باتباعها. صلوا على خير البرية تغنم عشرا يصليها المليك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه، والذنب يغفر والنفوس تنعم. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما تحبها، وصلاة وسلاما تحبنا بها يا ذا الجلال والإكرام. واجعلنا إلهي من أكثر أمته له حبا، وأقربهم منه يوم القيامة مجلسا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته نحن وأزواجنا ووالدينا وذرياتنا يا رب العالمين. ونسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.